الشيء الرابع أن الأمور المكروهة يقدرها الله عز وجل ليستخرج واقعا ما في نفوس العباد من محبة سبحانه وتعالى والتماس رضاه والتوكل عليه وحسن الظن به وعظم الرجع له وكذا وكذا كذا الحكم، بحيث أنه يكون الشيء واقعا يترتب عليه ثوابه، ولا هو يعلم هذا سبحانه وتعالى، لكنه يصير واقعا بحيث أنه يشهد به المنصفون. ولهذا جاءت النصوص أنه لن يغلب عسر يسرين، ما من عسر إلا وهو مسبوق بيسر وملحوق بيسر. من ظن أن العسر يدوم هذا سوء ظن بالله جل وعلا، ومن ظن أن السخط على الدوام سوء ظن بالله جل وعلا، وهكذا سوء الظن من أخطر الأمور. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. تجد بعض الناس إذا فات شيء من الدنيا أو كذا قال أنا ما لي حظ، إيش تدريك أنك ما لك؟ ما دمت حي فالأمور تتجدد ويحدث ما لا يخطر على البال. قد يكون الله صرف عنك الشيء الذي تريد من الدنيا ليعطيك خيرا منه، أو لأنه لا يصلح لك في هذا الوقت. دائما أكثر الناس عند هذه المسائل، فوات حظوظ الدنيا أو تعرض المكارة أو كذا، يسوء ظنه بالله تعالى، وهذا خطير جدا خطير. بل الإنسان ينبغي لأن كل ما اشتدت الأمور أحسن الظن بالله لقرب الفرج، كما قال وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. مثل هذا ما يحصل للإسلام وأهله في بعض الأزمنة والأمكنة من الإدالة، إدالة الكفار الفساق المبتدعة عليهم، بحيث يكون لهم سلطان يسلم قوة تحقق ما يسعون إليه. كل هذا لحكم، حكم. ومن ذلك أنه يقوى الإيمان في نفوس الناس، من ذلك أنهم يكون عندهم اهتمام بدينهم إذا حسوا بالخطر، ومن ذلك أن الله تعالى يبلو بعضهم ببعض ويدفع. عن بعضهم ببعض، فلذلك يحتاج المسلم إلى أن يوطن نفسه فيه. انظر في الظرف الذي مر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في حادث الهجرة حين اختفى أبو بكر رضي الله عنه في غار ثور 3 أيام، وأخرجت قريش جائزة لمن يعثر عليهما 100 من الإبل. هذه الشدة وش عقبها؟ عقبها تأسس دار الهجرة وفتح باب الهجرة والتدرج في التشريع وكذا وكذا كذا، وعز الإسلام. وانظر في مثلا ما ذكره الله عز وجل في غزوة الأحزاب
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذا قال بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعدها قال صلى الله عليه وسلم نغزوهم ولا يغزون. فاصل حد فاصل في الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للعمرة، ما ذهب لحرب، واعترضت قريش غرتها كبرياؤها وأخذتها أنفة الجاهلية وأبت وصد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل، وتنازل النبي صلى الله عليه وسلم معهم المفاوضات حتى الصحابة تعجبوا كيف يقول عمر نعطي الدنية في ديننا وراء، يقول ما أنك وعدتنا أن ندخل مثل الحرام، قال قلت لك العام هذا. ثم بعد ذلك حصل مثلا ثلاث حوادث. الحادثة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة يفاوض وأشيع أنه قتل، حصلت بيعة الرضوان التي فاز أهلها بما لم يفز به غيره، بايعوا بيعة رضي الله تعالى عنهم، يد الله فوق أيديهم، ولا دخلوا مكة ولا حاربوا، حصلوا هالمغنم العظيم بدون حرب بدون شيء، لكنهم مستعدون. الأمر الثاني أنه بعد رجوعهم من صلح الحديبية بعد الاتفاق حصل من بنود الصلح أو مقتضى بنود الصلح اللقاء بين المسلمين والمشركين والدعوة إلى الله عز وجل، ودخل في دين الله من لا يحصى. ثم قدر الله لهم غزوة خيبر ما أذن أن يحضرها إلا الذين شهدوا الحديبية والمهاجرين اللي راحوا للحبشة يوم قدموا، فعجل لكم هذا، جعلت خاصة لأهل الحديبية. ثم بعد ذلك من بنود الصلح إن خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم للتخير، وبنو بكر دخلوا في حلف قريش، كل راحة وريحية وكذا ما في اعتراض ولا شيء. فبعد مدة بعد عمرة القضية سنة 7 صارت فتنة بين بني بكر وخزاعة، فناصرت قريش بني بكر أحلافها على أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقض الاتفاقية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليها الخزاعي عمرو بن سالم قال نصرت يا عمرو بن سالم، وصارت سببا هالحادثة الكريهة هذه في فتح مكة، تحقق نصر الله عز وجل. فمقدمة الفتح صلح الحديبية، وتحقق الفتح وسبب الفتح هو تواطؤ قريش على نقض العهد. كم حصل من خير في هذا، مع أن ظهر الحال واللي تكدر الصحابة رضي الله عنهم أنه فيه دنية على المسلمين، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا.
لحسن ظنه بالله عز وجل، وجاءت الأمور على ما يظن، كل الأمور جاءت على ما يظن. الأمور إذا جاءت، إذا جدت، سواء كانت محنة أو منحة، الإنسان ما يتحمس يصير عنده ردة فعل غير مدروسة، لا، إذا جاءت المحنة سأل الله اللطف وأن يجعل عاقبتها منحة، وإذا جاءت المنحة سأل الله تعالى أن تكون عونا على الطاعة وألا تكون عاقبتها محنة. يعني الأمور مثل ما قال، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يكون المسلم دائما مقدما ليحسن الظن بالله جل وعلا، أولا لأن تدبير الله عز وجل لك أنت جزء ما يذكر من تدبيره لملكه وخلقه، والله يتصرف في ملكه وخلقه بمشيئته ولحكمة وعن علم، والأمر الثاني أنك أنت ما تدري ما هي عواقب الأمور، ما يلزم أن تكون على مظاهرها، والأمر الثالث أنك إذا صار عندك شيء من القلق وغير هذا اسأل الله، ألح على الله تعالى بالدعاء، فالدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض تصارعان، فيغلب الدعاء والبلاء، فيتحول الأمر إلى لطف في القضاء. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله في ختام الباب كلام ابن القيم كذا، وأن أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية مثل المنافقين، وهم هم منافقون، لكن طبيعة الإنسان والنفس الأمارة وغرور الشيطان وكلام المرجفين من المنافقين وأشباههم هو اللي يحمل الناس على، ولذا قال فتش عن نفسك أنت، هل أنت سالم ولا لا؟ ولا تتكلم بكلام يفهم منه سوء ظنك بالله جل وعلا، ليش؟ لأنه أول شيء سوء الظن مرضي وسبب خسران، والأمر الثاني أن الكلام بمقتضى سوء الظن يكون البلاء موكل به، البلاء موكل من المنطق، حسن الظن والتغافل وانتظار اللطف من الله عز وجل والفرج مع الإلحاح في الدعاء مع التفكير والاستخارة والاستشارة في معالجة الأمر المخوف المنتظر مثلا، كل هذا ما يدفع الله عز وجل به البلاء ويلطف به في القضاء ويحفظ به النعمة، والله تعالى على كل شيء قدير. دائم تجد الناس عند أي حادث مكروه فيه سوء ظن، ليش سوء ظن؟ وأن تعرف أن الله لطيف بعباده
وأن رحمته تسبق وتغلب غضبه، وأن العفو أقرب وأحب إليه من المؤاخذة، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأنه يعطيك أجرك على العمل، وأن الله يزيدك فوق ما تستحق من الأجر فضلا منه. كل هذه تعطل. خمسة أصول في هذا ويقدم سوء الظن. لهذا الله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقاموا من مكانهم بجراحهم لمواجهة العدو مرة ثانية، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، العدو هرب منهم أصلا، كتب لهم أجر الغزوة وهم ما غزوا، ما لكم العدو، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ولهذا قال بعد ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه على توجيه تقديرين، يخوفكم بأولياءه، والثاني أنه يخوف أولياءه منكم، فهو مسلط على أولياءه، وربما تكون الأخيرة مبينية على الأولى، إذا ثبتتم وصبرتم واستعديتم بما يلزم فإن الله يذهب عنكم الخوف من أولياء الشيطان. قاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. وثانيا أنه يصير جيش على أوليائه. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. قبل ذلك إن الشيطان تولى عن أوليائه وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله تعالى إذا أراد أمره فإنما يقول له كن فيكون. واعتبر هذا في قصة يونس عليه السلام، فإن الله تعالى أخبره أنه قد انعقدت أسباب عقوبة قومه لما أبطأوا الإيمان، غضبه لإبطائهم عن الإيمان، وأخبره الله تعالى إنها انعقدت أسباب عقوبته. وش بقي؟ بقي المؤاخذة. الذي حصل أنه أخذته عليه السلام الغيرة وفارقهم دون استئذان من الله جل وعلا، فأتى بما يلام عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر في مكة يقول حتى يؤذن لي الهجرة، صار مفارقة إياهم نوع من العجلة عليهم بالعقوبة، وهذا يلام عليه لأنه يفترض أن الرسول من الرسل صلى الله عليه وسلم أنه أرحم بقومه من أنفسهم. ولهذا قالتها فالتقمه الحوت وهو مليم، آت مما يلام عليه. ولهذا التصرف منه اكثرت حكمة الله عز وجل أن يحبسه في بطن الحوت، واقتضت أن
لا يتحقق العذاب للقوم، ولذلك هم نفسهم لما فارقهم نبيهم خافوا، عرفوا أن الأمور يعني انتهت كذا، فخرجوا بنسائهم وذراريهم ودوابهم للصعودات البر، وجاءروا إلى الله عز وجل بالتوبة، الله يتوب عليهم، فتاب الله عليهم وآمن 100,000 ويزيدون. فانظر هاللحظات اللي هي تسمى عند الناس بعرف الناس حساسة ومحدودة، وش جرى فيها؟ تغير الأمور. وبعدين يأمر الله عز وجل الحوت ويلقي يونس على الشاطئ. ليش هكذا؟ لأن الله لا يطيع عنده الجميل، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالعمل السابق الصالح أنجاه الله به من هذه البلية، هذا واحد. الثاني التوفيق وهو في بطن الحوت لما أحس بحركته الإرادية الاختيارية وكذا كذا، لج في تسبيح الله عز وجل وحمد الله أن قيض له مكانا وحالا يحمد الله تعالى فيها ما يحمد غيره فيها تلك الساعة. الله عبد يعني قيض له أن يعبده في بطن الحوت في البحر المظلم الذي لا يعلم مكانه فيه إلا الله عز وجل. قالت الملائكة: يا ربي صوت معروف في مكان غريب. قال: ذاك عبدي يونس. قالوا: الذي يرفع له عمل كذا وكذا وكذا. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحمه؟ قال: بلى. فاجتمع دعاؤه واجتمع شفاعة الملائكة واجتمع توفيق الله له بالتسبيح والعبادة، لا إله إلا سبحانك إني كنت مظلما في مكان ما يصل إليه أحد غيره، واضح؟ وفي هذه نكتة افهموها، أنت عادي إنك تمشي بالأرض تصلي بالمسجد مع الجماعة، معذور صلي في بيتك في المكان اللي أنت فيه في المستشفى، واضح؟ في طريق السفر إذا دخل وقت الصلاة تقف وتصلي، والصلاة في الصحراء أفضل من 50 صلاة في غيرها، وأنت ما هاجرت الجماعة، ما طلعت من المسجد تروح تصلي في الصحراء، لكن يسر لك الصلاة في الصحراء. هذا جاءت فيه حديث كون الإنسان يعني يقف ويعطل مسيره وكذا وكذا ويؤذن ويستجيب له من سمع صوته ويشهد له يوم القيامة وكذا وكذا وكذا، دليل على قوة الإيمان في نفسه، واضح هذا؟ هذه أمور عادية. طيب إذا أنك ركبت الطائرة تدري وين أنت فيه؟ فسبح وأنت في الطائرة، اذكر الله، صل نافلة مكان ما يصلين غيرك، والسانتي هذا بالذات يعني مع سرعة الطائرة فرصة دي أنك صليت لله في الأرض وصليت بين السماء والأرض وذكرت الله تعالى ودعوته وأنت في سفر ودعائك مستجاب. هذه تشبه ما قيضه الله وقدره ليونس عليه السلام في بطن الحوت، قال: يا ربي إني عبدتك في مكان يعني ما أعلم أحد يعبدك فيه، في بطن الحوت في لجة البحر، وأي بحر بعد بحر بعيد ما هو قريب،
في ذي نكتة، ما الشيء يذكر يعني. إذا مثلا تغير اتجاه الطائرة إجباري لسبب كذا كذا، نفس الشيء لا تكره. يصير الإنسان عنده يعني علو همة ويستحضر مثل هذا القصص أنه يستفيد منها هو بما يمكنه. أنك تسبح الله عز وجل، تذكره وتدعوه في مكان ما يشارك فيه غيرك إلا من معك، وأكثر اللي معك غافلون. لو نظرت في أحوالهم وجدت الغفلة ظاهرة. بعض الناس يعطل الصلاة يقول لا حتى أصل، يصل بعد خروج الوقت، غلط. فلذلك الإنسان يغتنم مثل هذه الفرص، وهذه كلها من نتائج حسن الظن بالله عز وجل، وأن الأمر المكروه يجعل الله فيه لك عاقبة تسرك طول عمرك، ويحدث لك فكرة تغتبط بها، ويحدث لك كذا ويحدث لك كذا، ويظهر الله منك صدق تعلقك به، تعلقك به وضراعتك إليه. يكون الإنسان حي يقظ ويتذكر قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يفتر. وانظر مثلا يعني مثل قصة نوح عليه السلام، نفس الشيء، يعني قدر الله له أنه يعبده ومن معه في السفينة، والسفينة طافت مساحات بين السماء والأرض، وقيل يا نوح أهبط بسلام منه وبركات عليه وعلى أمم ممن معك. يكون الإنسان عنده يعني نوع من سعة الأفق وحسن الظن بالله، وعظم الرجاء له، ويستذكر ما يمكن إنه يفعله شكر لله عز وجل، أو ضراعة إليه طلب النجاة من البلية العارضة المخوفة. يكون هذا فيه تمحض الإخلاص، تمحض خلص الإخلاص، يتجرد ويظهر فيه علو الهمة. والأنس بالله عز وجل والثقة به عند الشدة، هذه من الفوائد.